في المؤتمر الصحفي اللي عمله رئيس الوزراء امبارح تم الاعلان عن انه في اتفاق بين التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي وما بين الحكومه فيما يخص حزمه الحمايه الاجتماعيه الاستثنائيه لدعم 600 الف اسره بواقع 420 الف اسره ستحصل على دعم نقدي و180 الف اسره ستحصل على سلع غذائيه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر. معانا عبر الهاتف الاستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. استاذ مصطفى صباح الخير. صباح الخير استاذ محمد. اهلا بحضرتك. فكره انشاء هذا التحالف هي التشاركيه ووصول الدعم لمستحقيها. هنبدا بالتشاركيه، عايزين نعرف من حضرتك ازاي التحالف الوطني للعمل الاهلي هيساهم في تنفيذ هذه الحزمه من الاجراءات للحمايه الاجتماعيه الاستثنائيه اللي واجبها سياده الرئيس. وفي الحقيقه التحالف الوطني يمكن اثبت الجديه في النشاط العمل التنموي والدعم الحزمه التدخلات الاجتماعيه في على مدار الاشهر الماضيه بعد توجيه سياده الرئيس في شهر مارس الماضي بالتشبيك وانشاء قواعد بيانات مشتركه لكبرى الجامعات الاهليه. والحقيقه ده مش بيحصل بس في مصر، يعني في كثير من الدول بيحصل مثل هذه التحالفات ما بين منظمات المجتمع المدني وبيشاركوا وبيساندوا مع الاجهزه التنفيذيه والحكومات في الدول لمثل بعض المشاكل والأزمات وإدارة الكوارث لا قدر الله. ومصر يمكن وكل دول العالم بتمر بأزمتين من أكبر الأزمات اللي يمكن مروا على 100 سنة الماضية دي، في أزمة الكورونا والحرب الأوكرانية الروسية، فكان لازم يكون في تدخلات استثنائية لحزمة من الدعم الاجتماعي وخاصة الدعم النقدي ودعم السلع التموينية، لان ده يمكن بيتاثر بيه شرايح كثيره جدا للاسف. ان احنا هيبقى الفتره القادمه هم يعني تحت خط الفقر، وبالتالي لازم مسانده من الدوله ومن المجتمع المدني، وده اللي حصل الحقيقه فيها الشراكه ما بين التحالف الوطني للعمل الاهلي ووزاره التضامن الاجتماعي عشان يكون في تنسيق جهود وعدم تكرار البيانات او المستفيدين من قواعد البيانات اللي بيتم مراجعتها ما بين الجهتين. بيتم ايضا المراجعه من خلال اداره الرقابه الاداريه لكل قواعد البيانات عشان يبقى في قاعده بيانات موحده، سواء السبعه وسبعه من عشره مليون مواطن هيستفيدوا من بطاقه التموين اللي هي ال 100 جنيه للاسره و200 جنيه للاسرتين و300 جنيه للثلاث اسر، ودول عددهم قليل ما كملوش 900 اسره في التموين. زياده 1.5 مليون مواطن في تكافل وكرامه، احنا بنتكلم في اكثر من 25 مليار جنيه. بنتكلم في فيما يخص التحالف الوطني هيقدم الدعم ل 600 الف اسره في الحزمه الاستثنائيه اللي هتتم في خلال 6 شهور القادمه. 420 الف اسره دعم نقدي متوسط 500 جنيه للاسره، 120 الف اسره دعم غذائي، وده الحقيقه ارقام كبيره مقارنه باللي كان يمكن بيحصل قبل كده من المجتمع المدني. لكن للاسف كل اجهزه الدوله والمجتمع المدني والجمعيات القاعديه الفتره القادمه لازم يكون هناك اتحاد ولازم يكون هناك شراكات، والشراكات الفعاله دي احد يعني بنود اهداف التنميه المستدامه. لما نيجي نتكلم على تنفيذ مثل هذه الحزم في التدخلات الاقتصاديه والاجتماعيه والطبيه والتعليميه، هنلاقي في مسانده كبيره جدا للمواطن الغير قادر او الاكثر احتياجا، لانه اكثر المواطنين تاثرا بالظروف الاقتصاديه العالميه والظروف الاقتصاديه الداخليه، لان احنا بالتاكيد احنا متاثرين بما يحدث في العالم، مش منفصلين عن العالم. بالتالي كل مواطن هيكون محتاج دعم غذائي ومحتاج دعم نقدي ومحتاج كمان، ويمكن دي الاجراءات الاستثنائيه اللي بتقوم بيها الحكومه المصريه. طيب انا مصطفى طبعا بعد التحيه حابه اتكلم معاك واعرف منك، هل الانشطه الموجوده في اجنده التحالف هيستمر العمل بيها لفتره معينه وهتتوقف بعد كده ولا مستمره ولحد امتى؟ لا الحقيقه يمكن سؤال حضرتك مهم جدا. اجنده التحالف المستمره بل بالعكس الحمد لله، يمكن احنا في ظل الخمس شهور او ست شهور الماضيه من اول ما بدا العمل بشكل رسمي قدرنا بشكل سريع نكون قواعد بيانات داخل التحالف الوطني من كل الجمعيات المشتركه 24 جمعيه اهليه والاتحاد العام للجمعيات الاهليه،
جمعنا قواعد البيانات تم رصدها وحصرها ومقارنتها مع قواعد بيانات الدولة، وبدأنا نتوجه إلى عدة قطاعات من القطاع الاجتماعي والقطاع الاقتصادي أو التمكين الاقتصادي والتعليمي والطبي، ووضع مجموعة أو بعض المعايير لاختيار الحالات وتنفيذ حتى المشروعات. بيتم اجتماعات دورية مستمرين في التشبيك والتنسيق فيما بيننا من خلال التحالف الوطني، عشان كمان يكون في قيمة مضافة بتحصل في الفترة القادمة، مش بس الظروف الاستثنائية اللي حاصلة. يعني التحالف مش موجود عشان خاطر ظروف استثنائية أو أزمات معينة، التحالف مستمر أو كان تواجده عشان يكون في تنسيق قواعد بيانات من كوفة الجامعات الأهلية، عدم تكرار الخدمات أو الزواجية، وجود بعض الاتفاقات أو بعض البروتوكولات الخاصة بتنفيذ حزم التدخلات الاجتماعية أو الاقتصادية. هي بعد اجتماع كمان التحالف مع السيد الرئيس بدأ يكون في توجيه إن إحنا إزاي نتخارج من فكرة الدعم النقدي للتمكين الاقتصادي. يعني بدل ما ندي الأسر، لو في أسر منهم بدأ كان في ظروف صحية معينة بعضهم يستطيع العمل فنقدر نوفر له مشروع صغير او ثلاثه ويبقى منتج بالظبط يا فندم، ويبقى منتج، ده هيبقى الفرص بتاعته المعيشيه افضل كتير من الدعم النقدي، وده اللي وجه بيه السيد الرئيس في الاجتماع مع اعضاء التحالف الوطني. عظيم. ثم اكد عليه دوله رئيس مجلس الوزراء ان احنا عاوزين نشوف طرق للتقارب، نبدا نربط كمان الدعم النقدي مع بعض الاسر اللي عندهم ابناء ما فيش تسرب من التعليم، ازاي برضو نحافظ ونوعي على الموضوع القضية السكانية، عدم عمالة الأطفال، كل عدم ختان الإناث، في بعض الأمور اللي يمكن لازم يكون في توعية جنب الدعم اللي بيحصل. كمان المجتمع المدني بشكل كبير مشاركة يعني في المبادرة الرئيسية حياة كريمة، فده كله كمان بيتم العمل جوه اطار القرى المستهدفه لحياه كريمه. عظيم جدا يا استاذ مصطفى. في 1500 قريه، فكلنا بنشتغل داخل اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه. طيب الملاحظ في كلامك ان قاعده البيانات هي مرنه، مش جامده، يعني مش عملنا قاعده بيانات من كام سنه وماشيين عليها خلاص، لا احنا بنتابع وبنشوف الاسر اللي مستوى دخلها تحسن فبتخرج من قاعده البيانات، وبنضيف ناس ثانيه زي ما حضرتك ذكرت اللي هي ممكن خلال الفترة اللي جاية نتيجة اللي بيحصل في العالم كله والأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار ممكن إن هي تدخل تحت خط الفقر. مظبوط. كلام حضرتك مظبوط في الجزئية ديت، الموضوع بيتم تحديثه يمكن كل كوارتر أو كل ثلاث شهور، أنت بتعمل أبحاث ميدانية كمان، ده المهم في دور المجتمع المدني. الجامعات الأهلية الحقيقة هي أسرع في إن هي توصل لكل الأسر في كل القرى والنجوع بشكل سريع، بتدرس من خلال شبكة الموظفين والمتطوعين والجمعيات القاعدية، احنا اكثر من 55 ألف جمعية آلية منتشرة على مستوى الجمهورية، بنقدر احنا كمان ال 24 جمعية آلية الكبرى او المركزية او المشتركة في التحالف الوطني، بنعتمد على آلاف من الجمعيات وآلاف من المتطوعين، بنقدر نعمل بحوث ميدانية ودراسات دقيقة جدا عن حال الأسر، مين اللي ظروفه تحسنت، مين اللي ظروفه اتضررت في الفترة ديت، زي بالظبط تدخلات المجتمع المدني اللي حصلت في الأزمة بتاعت الكورونا. ده كان تدخل كبير في دعم من سلع غذائية، في دعم نقدي للأسر والعمالة الغير منتظمة، الأسر اللي تركت أعمالها، الأسر اللي كانت رجعت من بعض الدول العربية زي ليبيا والعراق و بعض الدول الاخرى، كل ده كان محتاج تدخل سريع من المجتمع المدني، وده كان بيتم الحقيقه بالتنسيق مع معالي وزير التضامن الاجتماعي، وكان بيتم مشاركه القواعد البيانات ما بين الوزاره وما بين الجمعيات، لكن هنا الحقيقه بقى الموضوع اكثر تنظيما كمان، وتم في اطار بروتوكول بحضور دوله رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الماليه، وبحضور ايضا بالامس في الاجتماع السيد وزير التموين اللي كان بيتكلم على حزمه اضافه من المبالغ سواء ال 100 جنيه او ال 200 او ال 300 للبطاقات التمويليه لاكثر من 7.7 مليون بطاقه، فكل هذه الحزم من التدخلات كان يجب الحقيقه ان هي تتم بشكل سريع من اول شهر 9 ان شاء الله،
وده اللي حصل في الاتفاق مع التحالف او مع الجهاز التنفيذي للدوله، سواء من التمويل او من التضامن او التدخلات اللي تحصل من وزاره الماليه عشان توفير الدعم النقدي. وده ان شاء الله مستمرين فيه على مدار السنه، لكن طبعا في حزم استثنائيه بتبقى موجوده لهذه الازمه في خلال 6 شهور، لكن بعد 6 شهور احنا مستمرين في القطاع التمكين الاقتصادي والقطاع الطبي والتعليمي وكثير من القطاعات الاخرى اللي بنشتغل عليها. والحقيقه احنا يمكن ما وقفناش باقي القطاعات، يعني احنا شغالين في القطاع الاجتماعي او الدعم النقدي دلوقتي والسلع الغذائيه، لكن كل يوم من احنا ما يقرب من 100 قافله طبيه من اعضاء التحالف الوطني شهريا بتنفذ. يعني هذه القوافل بتوفر ملايين الجنيهات على الدوله وعلى ميزانيه الدوله. النهارده احنا بقضي على قوائم الانتظار، اوصل للمواطن لغايه باب بيته في القرى اللي سيقطنها، بيبدا التدخل العلاجي واجراء العمليات بشكل اسرع، فبوفر لا قدر الله بعض الاصابات او الاعاقات اللي ممكن تتسبب بها هذه الامراض. فبالتالي لا قدر الله حصل اعاقات، احنا مطالب نوفر معاش او دعم نقدي شهري لمثل هذه الاسر اللي ممكن بيصابوا بمشاكل كثيره زي القدم السكري او البتر او عمليات لا قدر الله خاصه في الرمض وخلافه من الامراض. فالمجتمع المدني يمكن بيعمل بشكل كبير على الارض الان عشان خاطر نكون في مساندين وفي ظهر كل اهالينا الغير قادرين. طيب مصطفى، اتكلمت عن الابحاث الميدانيه اللي انتم بتعملوها عشان توصلوا لاكبر عدد من الاسر ممكن. حابه اعرف في حال يعني انكم لقيتوا اسر غير مدرجه في برنامج تكافل وكرامه، بتعرفوا ازاي او ايه الخطه اللي انتم بتعملوها عشان تخرجوا هذه الاسر من خليني اقول دائره الفقر؟ الحقيقه وكلام الجزء ده خاص ان احنا بكل الاخر بتحصل او الدراسات او البيانات اللي بنجيبها للاسر لازم نقارنها مع قاعده البيانات الخاصه بوزاره التضامن الاجتماعي عشان ما يكونش الاسم مقرر او هو في اي معاش او دعم نقدي من الحكومه المصريه. وده بيحصل الحقيقه كمان من بعض الجهات الرقابيه. فبنرجع تاني لو لقينا بعض الاسر كمان وزيره التضامن بتمد بعض الجمعيات ببعض البيانات الخاصه بالاسر اللي محتاجه تخارج عشان هم بقوا في قدره معينه او في تعافي من بعض الامراض او في اولاد بعض الاسر الارامل بداوا يوصلوا لسن معين فنقدر نوفر لها مشروع في البيت تنموي. بنبدا نعمل بعض الورش او المصانع او المراكز الاستدامه لتشغيل الحرف اليدويه والتراثيه، ونبدا نسوق المنتجات وبندخل مجموعه كبيره جدا من السيدات القادرين على العمل يبداوا يشتغلوا في او يتدربوا في هذه المراكز، ثم بنوزع عليهم في منازلهم بعض الادوات او الانوال او مكنات الخياطه يبداوا يشتغلوا عليها، ونجمع كل هذه المنتجات ونشتغل على تسويقها. في فرص كتير جدا لتمويل المشروعات والخروج الاسر من الدائره الخاصه بالتمويل النقدي الى العمل وتوفير فرص تسويقيه كبيره لمنتجاتهم. وده الحقيقه اللي بنشتغل عليه كمان، يمكن احنا بشكل شخصي في مؤسسه صناع الخير ان احنا بدانا ننشئ مراكز استدامه في الفيوم والبدرشين في الجيزه وفي اسوان وفي الغربيه، وبدانا ننتشر على مستوى 100 قريه ان شاء الله ان احنا نوفر هذه المصانع الصغيره او الورش الخاصه بالحرف اليدويه والتراثيه، ونشارك اكبر قدر ممكن من الارامل ومن السيدات المطلقات و الغير قادرات ان هم يعملوا ويتم تدريبهم، ونوزع عليهم هذه الماكينات او هذه الانوال داخل منازلهم يبقوا بجوار اولادهم. عظيم جدا يا فندم. حصل تسويق المنتج ومسؤوليتنا احنا سواء بنبيعه في السوق المحلي او السوق الخارجي، وده كله في اطار ان هو ما يكتفيش او ما يبقاش فقط مستني الدعم المادي اللي هياخده في اخر الشهر، لا يكون شخص منتج. طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي.